رقم 2 جزو، رقم 5 زهانغ، 7 لي، 8 ليبرو الفريق تونغ، كابتن الفريق رقم 9 زهانغ، رقم 10 فانغ، 11 جروزر، رقم 13 شين، 15 واسيفيتش نيكولا، 16 الليبرو الثاني رينكي، 19 راو شوهان. مدرب الفريق هو شين كوينغ. أما الفريق الياباني تويودا غودزي، يمثل رقم 1 يامادا، 2 ياماشيكا، كابتن الفريق والمعد شياما، 5 مايدا، 6 كون هيروتاكا، 7 شيراوا، 10 ليبيرو كوغا كوشيرو، 12 تاكاماتسو تاكويا تاكويا، 13 اوكاموتو، 14 تسوباكياما، 15 ايغور اوميرسون، 20 كاواغوشي، 21 اوزوناكا، و22 داندا رويوتا. مدرب الفريق كريستيانسن اندريس. مدرستان إذن آسيويتان من العيار الثقيل. الفريق الياباني مصنف 14 في آخر تصنيف عالمي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة، والمنتخب الصيني الفريق الصيني ينتمي لمدرسة هي في ترتيبها 20 عالميا. الفريقان إذن سيبدأان في الحوار على الميدالية البرونزية. أذكر بنتائج الدور قبل النهائي. الفريق الصيني خسر 3 أشواط للا شيء أمام فريق سرمايا الإيراني. الشوط الأول 28-26، 25-16 و 25-21، 3 أشواط فقط. إذن يبدو أموره جيدة بالنسبة لهذه المباراة. بالنسبة للفريق الياباني لعب 5 أشواط يوم أمس أمام العربي. شوط أول للعربي 25-19، ثم عادل الأشواط اليابان 25-19، تقدم 25-23، ثم عادل الأشواط العربي 28-26 وفاز بالمباراة في الشوط الخامس 15-9، 3 أشواط لشوطين. إذن الفريق الياباني تويودا لعب 5 أشواط. سنرى هل أن الفريق الصيني شانغهاي سيستفيد من خسارته 3 أشواط للا شيء في السيمي فاينل، فيما يتأثر تويودا الياباني بلعب 5 أشواط كاملة أمام العربي القطري. نتحدث عن اللياقة البدنية، نتحدث على الجاهزية لهذه المباراة. إذن المباراة ستنطلق بعد حين بين شانغهاي وتويودا. مباراة عناصر المنافسة فيها وعناصر الحافز للفوز موجودة وقوية. تاريخ كبير بينهما حتى في الحروب وفي المنافسات على التكنولوجيا وفي كل شيء بين الصينيين واليابانيين. إذن الفوز مهم لكلا الفريقين. هذه النقطة الأولى لتويودا اليابانية. حوار آخر سيكون بين إيغور أوميرسون وبين جروزر غريغوري. هذا إيغور، لاعبان أيضا من مستوى عالي وعالي جدا. سنراجع سويا مسيرة الفريق الياباني في هذه البطولة. تويودا الياباني فاز على الفريق العراقي 3 أشواط لشوطين، ثم فاز على الفريق الأندونيسي 3 أشواط للا شيء، وعلى فريق سي تايبي خسر من فريق سي سين بابي 3 أشواط لشوطين. في الدور التمهيدي الأول بلاي أوف للدور ثمن النهائي خسر من الفريق الإيراني 3 أشواط لشوط واحد، وفاز على فريق الكازاخستاني 3 أشواط للا شيء. في الدور الربع النهائي خروج مغلوب فاز على ميانمار 3 أشواط للا شيء. دور نصف النهائي مثل ما ذكرنا خسر من العربي القطري 3 أشواط لشوطين. بالنسبة لشانغهاي الصيني فاز على الجزيرة الإماراتي 3 أشواط للا شيء، ثم خسر من العربي
القطري 13 أشواط لشوط واحد. في الدور الثاني دور الثمانية تمهيدي فاز على ميانمار 3 أشواط لشوط واحد وفاز على الفريق الفيتنامي 3 أشواط للا شيء. دور ربع النهائي خروج المغلوب فاز على كازاخستان 3 أشواط لشوط واحد وخسر من سرمايا بانك الإيراني 3 أشواط للا شيء. أفضل لاعب بالنسبة لليابان هو لديه حقيقة لاعبان هو تاكاماتسو رقم 12 وإيغور أوميرسون. آخر ثلاثة مباريات كان إيغور أوميرسون هو أفضل لاعب. أمام الفريق الإيراني سجل 19 نقطة، أمام الفريق الكازاخستاني 25، أمام فريق ميانمار 22. بالنسبة لجروزر لاعب المحترف في صفوف الفريق الصيني شانغهاي هو أفضل لاعب، سجل 17 نقطة أمام الجزيرة الإماراتي، 16 نقطة أمام العربي، ميانمار 23، أمام فريق الفيتنامي 29، أمام الفريق الكازاخستاني 33 نقطة. كذلك لديه لاعب جيد هو داي كونغ يا، سجل ضد الفريق التايلاندي 13 نقطة. مباراة إذن تحمل كل العوامل النجاح. يوم أمس كانت مباراة قوية من الفريق الياباني أمام العربي القطري وتمكن في آخر فرصة، أعتقد كانت آخر فرصة للعربي لما غير الكابتن معاوية لجنف في الصوت إذن في نتيجة 8-6 على الوقت المستقطع الأول. كان متقدم الطيودة على العربي بنقطتين، خرج في الصوت ودخل خرخي وأنقذ وقتها معاوية لجنف المباراة وكان مردود متوازن. أيضا بعد ذلك أخرج إيروس واستعان بميغيل وكان الفريق شكله أفضل بكثير وتمكنت هذه الكتيبة من إنقاذ المباراة. كانت حقيقة نقطة تحسب لمعاوية لجنف في قلب المعطيات في هذه المباراة، رغم أنه كان مطالب بتغيير في صوته من قبل ذلك وربما إنهاء المباراة بأقل جهد. مباراة في 5 أشواط كانت مرهقة للعربي، لكن اليوم ستنتفي هذه المسائل مع اللعب على لقب. ربما تصبح الجرينتا والقليب والروح القتالية العالية هي التي تحسب، وأعتقد أن وجد التوليفة التي ستكون أفضل وستقاتل على اللقب بإيغور أو قلت بخورخي وميغيل. الفريق الياباني يتقدم 7-4 بداية فيها أسبقية للفريق الياباني. سنتابع تأثير الخمسة أشواط على الفريق الياباني في هذه المباراة، ربما تكون لنا بروفا نشاهد فيها المردود. بلوك يرجع إيغور أوميرسون والكرة خارج الميدان، كانت محاولة لتاكاماتسو. تاكاماتسو أيضا لاعب بقدرات عالية جدا، هذا أمامنا لاعب رقم 12. إرسال قوي ونقطة نيكولاي كوفاسيفيتش. 8-6 الوقت المستقطع الفني الأول في شوط المباراة الأول. تويودا الياباني هو الذي يتقدم.
6 really 8 6 جروزر هو محور الفريق الصيني وإيغور أوميرسون محور الفريق الياباني. أداء جيد لكلا المحترفين في صفوف الفريقين. هذا إيغور أوميرسون يتفاعل مع الفريق، هناك أجواء خاصة. استئناف اللعب، وهذا جروزن يضرب تاتش أوت خارج الميدان، نقطة سابعة للفريق الصيني. شوف ورائية وجروزر اكزو ازهانزن يعتمد كثيرا على جروزر، وكذلك يوشياما يفكر كثيرا في إيغور أوميرسون. اسقاط موفق، هذا نيكولا، نيكولا كوفاسيفيتش محترف أيضا في الفريق الصيني. كرة داخل الميدان، إرسال للفريق الياباني مباشر. تاكاماتسو مرة أخرى، إرسال قوي من تاكاماتسو. جروزر يفتك، إذا النقطة ثامنة. شوف ضرب الخط سريعة وقوية، دائما كرة الخط هي الكرة الأصعب لأنها تكون في مسافة أقصر من مسافة القطن، فتكون أكثر عنصر مباغتة من الكرة اللي تلعب على القطر على الديجونال، حتى جدار الصد يكون جاهز وأغلبية قوة البلوك في الوسط يكون فيها السنتر بلوك هو اللي موجود، في حين الخط تكون على لاعب الإعداد. تحدثت بسبايك خصوصا، تاتش أوت يضرب جروزر. 11-9، جدار صد ثلاثي على جروزر، لكن كرة تمر. 11-9، تويودا يتقدم، إرسال خاطئ. نقطة عاشرة للفريق الياباني. العطاء أعتقد سيكون غزير في هذه المباراة للمنافسة القوية بين الصين واليابان في كل شيء، في كل مناحي الحياة والتكنولوجيا والعمل والاجتهاد والابتكار والإبداع. هذه شعوب مبدعة حقيقة، شعوب عاملة، شعوب جادة ومنضبطة. على الخط الكرة، الكرة على الخط، تقدير من تاكاماتسو واضحة. إذن النقطة للفريق الصيني. شوف لا، كان جروزر مغطي على الكرة. الكرة إذن للفريق الصيني، يتنفذ الإرسال. إذن 10-12، you
هذا جروزر امامنا 13-10 الارسال لشيرايوا ورائية نيكولا كوفاسيفيتش من وسط الشبكة، ولكن يتمكن الفريق الياباني من أخذ هذه الكرة. وإيغور رغم استدامها بالشبكة الكرة تسقط على أرضية ميدان الفريق الصيني. 14-10 إيغور أوميرسون يقدم إضافة نوعية للفريق الياباني. أذكر بترتيب هذه الأمم الرياضية، الأمم المتقدمة في الرياضة وفي كل شيء. الصين كانت ثالثة في ترتيب ريو 2016 ب70 ميدالية في المجموع، 26 ذهبية، 18 فضية، 26 برونزية. والبعثة اليابانية كانت سادسة في جدول الترتيب النهائي لريو 2016، 41 ميدالية، 12 ذهبية، 8 فضية، 21 برونزية. نذكر أن أمريكا هي الأولى ب 121 ميدالية، 46 ذهبية، 47 فضية، و 38 برونزية. بريطانيا الثانية ب 67 ميدالية، 27 ذهبية، 23 فضية، و 17 برونزية. هذه فقط فكرة على هذه الأمم كيف تشتغل. ربما في الكرة الطائرة في السيدات أفضل من الرجال. الصين فازت بالميدالية الذهبية في ريو سيدات، في الورد ليج، في كل البطولات موجودة دائما اليابان، لكن الصين هي اللي تظهر وتحتجب أحيانا رغم عندها أكبر قاعدة في اللاعبين للكرة الطائرة في العالم. لذلك نقوم بأكبر عدد من المجازين في الرياضة بصفة عامة هي في الكرة الطائرة، لأنها لعبة شعبية في الصين، لكن دائما لم تبلغ المستويات العليا التي تنافس فيها البرازيل وروسيا و إيطاليا وهذه المدارس والمنتخبات الكبرى. كرة سريعة قوية ولكن ترجع في دفاع اليابان من جديد، والكرة من تشين لونغاي. كرة سريعة ممتازة، يلعب إذن السريع 12-15. كوفاسيفيتش، نيكولا كوفاسيفيتش، إرساله قوي. تاكاماتسو يسجل هذه النقطة 16-12. الوقت المستقطع الفني الثاني في شوط المباراة الأول. اليابان هو الذي يأخذ الأسبقية والفريق الصيني لا يجد التوازن. نهاية الوقت المستقطع الفني الثاني في شوط المباراة الأول بتقدم تويودا الياباني بأربع نقاط 16-12. الحوار بين جروزر وإيغور أوميرسون، وسريعة يلعب الكرات السريعة للفريق الصيني. ترجع الكرة مرة أخرى، الكرة داخل الميدان
شين لونغاي 13-16 يمكن هو الحل بالرجوع لأسلوبه في الدفاع والكرات السريعة وممتازة جدا بين المعد يوشياما وكون هيروتاكا 17-13 الارسال لتاكاماتسو تاكويا ارسال اذا مباشر 18-13 ارسال موجه ممتاز جدا بين الليبيرو وكوفاسيفيتش نيكولا كوفاسيفيتش وقت مستقطع يطلب مدرب شانغهاي وهو شين كيونغ بعد فارق 5 نقاط كاملة الارسال سيكون لتويودا دائما تاكاماتسو ارسال قوي نيكولا كوفاسيفيتش كرة خارج الميدان النقطة 14 لشانغهاي جولدن ايج كرة خارج الميدان واضحة ايضا والإرسال ليكزو إرسال خاطئ هدية للفريق الياباني تويودا الإرسال لكون هيرو تاكا كون هيرو تاكا استقبال جيد سريعة على الجناب ترجع الكرة على البلوك اسقاط وتغطية موجودة في الفريق الياباني إيغور والبلوك ثلاثي عالي يرجع هذه الكرة نقطة 5 لشانغهاي الصيني شوف إيغور شوف البلوك ثلاثي ما كانش عنده مجال حتى للارتقاء كان أفضل اللعب ورائية إيغور مرة أخرى ويسجل النقطة 20-15 يتقدم تويودا الياباني على شانغهاي الصيني شوف متأخر سنتر بلوك لشانغهاي طبعا مش ممكن صد قامت إيغور أوميرسون مترين وثمانية ويضرب على ارتفاع مترين وسبعين يضرب على ارتفاع 3 متر و60 إذا 21-15 إيغور أوميرسون بلوكو على ارتفاع 3 متر و40 مواليد 80 وهذا جروزر سجل نقطة 16 جروزر مواليد 84 طوله مترين ويضرب على ارتفاع 3 متر و74 جروزر يضرب على ارتفاع عالي والبلوك 3 متر و45
يدخل. إذا عامل التايمينج وعامل الذكاء وحسن الأداء المهاري للبلوك أو الضرب في الاعتبار في نسبة النجاح. 22-16 لتويودا الياباني. وإيغور يضرب داخل الميدان سبايك موفق. شيرايوا ونقطة سهلة من كوفاسيفيتش. سبعتاش 22 جروزر يسأل خاطئ. 23 لتويودا يتقدم نحو إنهاء هذا الشوط. تويودا إذن في كامل لياقته رغم لعبه 5 أشواط يوم أمس مع العربي، لكن لا يتأثر، الحافز موجود وحب الفوز متوفر. الإرسال لشانغهاي. إرسال مباشر على خطأ شخصي في الاستقبال لهذا اللاعب شيرايوا. 18 أو 19-23 هذا أمامنا شيرايوا. والإرسال لنيكولا كوفاسيفيتش إرسال خاطئ. 24-19 كرة الشوط. تويودا الياباني هو الذي يتقدم نحو إنهاء هذا الشوط الأول. استقبال كوفاسيفيتش. إيغور نقطة 20-24. هذا إيغور أو جروزر أمامنا جروزر. إرسال لشانغهاي هل ينهيها الآن؟ مازال تلعب. دفاع جيد لشانغهاي يسجل نقطة 21. الفريق الياباني يريد شانغهاي هو الذي يرتكب الخطأ ويقع في الخطأ ويجاري هو فقط اللعب بدون أي موجب للمبادرة. يحاول هو لا يخطئ فقط. الإرسال لشانغهاي. إيغور تاتش أوت. إذن النقطة 25 نهاية الشوط الأول لتويودا الياباني. إذن نعم عكس المتوقع، كان المتوقع أن يكون الصين أكثر جاهزية، الفريق شانغهاي أكثر جاهزية، لكن وقع العكس في هذا الشوط الأول. لكن المباراة مازالت متواصلة في شوط ثاني. تويودا الياباني سيحاول رد الفعل الآن. ربما المباراة ستكون أطول مما نتوقع جميعنا. إذن هذه نقطة أولى لشانغهاي. الإرسال لشانغهاي استقبال صعب للكرة ومرتدة. جروزر يسجل النقطة الثانية. صحيح الشعوب الآسيوية دائما تجد لنفسها حافز للعمل والاجتهاد، هذه في ثقافة وعقلية هذه الأمم. جروزر
سجل النقطة الأولى. هذا نيكولا كوفاسيفيتش. شقيق إيروس كوفاسيفيتش لاعب العربي القطري. إرسال قوي على نيكولا كوفاسيفيتش والخطأ. نقطة التعديل 2-2. إيغور أوميرسون. ميزان ثقيل جدا في فريق اليابان. غروزر أيضا ورائية. إيغور يضرب نسبة عالية وعالية جدا، يضرب في 75% تقريبا من الكرات. يوم أمس إيغور أوميرسون ضرب 78 كرة من مجموع 142 كرة، يعني أكثر من نصف الكرات في الهجوم، سجل منها 41 نقطة. يعني إيغور أوميرسون أكثر من 50% من لعب فريق شانغا أو فريق تويودا اليابان. في حين غروزر ضرب البارح أيضا 39 كرة، سجل منهم 13 نقطة. في الإرسال ضرب 9 إرسالات، سجل منها ايس واحد. إذن إيغور وكذلك غروزر أكثر من 50% حتى من الفريق تويودا الياباني أو شانغهاي الصيني. إرسال مباشر، هذا إيس آخر لغروزر. ستة أربعة. إرسال قوي، كرة على الخط. سوء تقييم للكرة، سوء تقدير. نقطة خامسة لتويودا. شوف إرسال غروزر ونيكولا كوفاسيفيتش. سوء تقدير، الكرة كانت على الخط. الإرسال لديندا، إرسال قوي على كوفاسيفيتش. يضرب الكرة مع لمس في الشبكة أو لمس في لاعب الفريق الياباني تويودا. ونقطة سابعة 7-5. بعض المحترفين أبدعوا وقدموا مستويات جيدة جدا، وبعض المحترفين كانوا أقل شانغهاي. إذن يذهب إلى الوقت المستقطع الفني الأول في شوط المباراة الثاني، متقدم بثلاث نقاط. Approach time.
الفرق الصينية أصبحت تدفع أموال طائلة لأمير المحترفين، أصبحت تجيب أفضل الأسماء. جروزا يعني لاعب من مستوى عالي جدا، أيضا لاعب المنتخب الألماني، ونيكولا كوفاسيفيتش لاعب المنتخب الصربي الفائز بالورد ليج في هذا العام، وهو مفاجأة جيدة. الفريق المنتخب السيدات لعب المباراة النهائية. أيضا قدم مردود جيد جدا. خسر من المنتخب الصيني. الكرة في المنطقة اليابانية تويودا، وفانغ دخل يديه لمس الكرة الثانية. إذن نقطة سابعة لتويودا. شوف المس الكرة اجتاز إذن الشبكة. الإرسال سيكون لأوشياما شوي. جدار صد، ترجع الكرة، كروزر يضرب خارج الميدان. التعديل 8-8. شوف الكرة كانت كرة ما تتطلبش قوة بقدر دقة. يوشياما التعادل 8-8. استقبال جروزر أو كوفاسيفيتش، تاتش اوت. نقطة تسعة لشانغاي. تشين لونغاي، متابعة جيدة، كانت تمسك في جدار الصد والبلوك، الكرة خارج الميدان. فانغ يينغ شاو يسجل نقطة 10. شوف كرة خارج الميدان من فانغ. كرة خارج الميدان، إذا إرسال خاطئ من لاعب تشين لونغاي. 9-10. تويودا في تنفيذ الإرسال. تاكاماتسو تاكويا. إرسال خاطئ أيضا لتاكاماتسو. إيغور متابعة من جروزر. فانغ، أوه ممتاز، هذه النقطة. 12 لشانغهاي الصيني. 12-9. كانت فاجأة يوشياما. فانغ أيضا من أفضل لاعبي الفريق الصيني شانغهاي. عشرة 12. إيغور أوميرسون يحاول الرجوع بالفريق الآن. هذا جروزر من الجهة المقابلة. استقبال جيد وجميلة جدا، كرة ورائية. يضرب راو
ملعوبة بشكل جيد مع جزو زهانزين. ثلاثة عشرة شانغهاي يتقدم بثلاث نقاط. فينغ ينفذ الإرسال، استقبال جيد وسط الشبكة ديندا ولكن البلوك من جديد. راو شوهان يتفوق على ديندا في وسط الشبكة، سانتر مع سانتر. شوف الكرة كانت سريعة ولكن متفطن راو شوهان، متفطن لديندا. 14-10 يتقدم الفريق الصيني، لكن هذه نقطة لتويودا عن طريق شيرايوا. شيرايوا أقوى في الجانب الهجومي من الجانب الدفاعي، استقبال ودفاع، في الهجوم أفضل بكثير. 11-14 إيغور أوميرسون، خاطئ الإرسال. نقطة 15 لشانغهاي الصيني، 15-11. هذا راو شوهان، إرسال قصير ممتاز جدا. 16-11، وقت مستقطع فني ثاني في شوط المباراة الثاني. شوف مثل ما ذكرنا هذا اللاعب وهو شيرايوا ضعيف في استقبال الكرة الأولى، وأيضا الاستحقاق لراو شوهان بإرسال ذكي قصير. 16-11 وقت مستقطع فني ثاني في شوط المباراة الثاني. جانب من الحضور في صالة ميانمار، تاي باي تاو. الإرسال لشانغهاي، سهل الكرة من نصف الشبكة، ديندا يضرب ولكن هناك خطأ. ماذا يقول الحكم؟ سبعتاش على الخط أو خارج الخط، وهذا هو النقاش. وخورخي يرجع شيرايوا أو جروزر، يرجع شيرايوا في جدار الصد. 18-11 في اتجاه التعديل، الوقت المستقطع يطلبه مدرب تويودا. كريستيان سان أندريس، وقت مستقطع أول لتويودا اليابان. الإرسال لشانغهاي، إرسال خاطئ. 18-18
شانغهاي. كروزر ارسال مباشر 20-12 الشوط في اتجاه شانغهاي. هذا الايس الثاني لكروزر. الوقت المستقطع مرة أخرى للفريق الياباني تويودا. صعبة الأمور في جهة تويودا الياباني هذا الشوط، فارق 8 نقاط كاملة. يستوفي إذن المدرب أندرس كريستيانسن مدرب شانغهاي. الأوقات المستقطعة له، وسنرى كيف ستكون بقية الشوط. جروزر قوي الإرسال من جروزر. تاكاماتسو متابعة دفاعية لشانغهاي، ونيكولا كوفاسيفيتش. 21 خروج إيغور أوميرسون ودخول مايدا إيسي. دائما جروزر في تنفيذ الإرسال. الكرة الأولى فيها صعوبة كبيرة لتويودا الياباني. استقبال المعد هو اللي هذه كرة موفقة من تاكاماتسو. 13-21 Substitution by Japan team number 12 out number 1 in number 7 out number 13 in number 6 out number 21 in. للاعبين يرتاحوا لبداية الشوط الثالث. حضر الشوط الثالث كريستيانسن أندرس. ديندا إرسالاته قوية. 13-21 قوي لديندا. ضرب على تشين لونغاي او على كوفاسيفيتش. كوفاسيفيتش نيكولا كوفاسيفيتش. 14-21 مردود متواضع لايضا نيكولا كوفاسيفيتش. ديندا مرة أخرى يلعب عليه. المتابعة من جروزر تتصلح، يتبعها نيكولا كوفاسيفيتش. تلعب الكرة بلوك عالي لشانغهاي. 22-14 هوش فرحان بالمرة. المحاولة الأخيرة ليامادا كريستيانسن أندرس. 22-14 شانغهاي يتقدم لتعديل الأشواط. الشوط الأول فاز به تويودا الياباني 25-21 ونيكولا كوفاسيفيتش يضيع الإرسال 15-22. هذا إذن تاكاماتسو يلعب مكان جروزر، وكرة سريعة 23
2015 كنت يلعب مكان إيغور أوميرسون، هو اللي بدأ به المدرب أولى المباريات عندما كان إيغور أوميرسون مصاب في الظهر. نقطة من يامادا 16-23، حاول تخفيض الفرق هذه التشكيلة. يامادا شوتزو، استقبال من نيكولا وجدار صد، استقبال صعب، جدار صد إذن موفق. 23 أو 17-23، شوف الاستقبال لما يرجع الإرسال القوي. تويودا أيضا يصبح قادر على المنافسة. شوف مازالت كرة تلعب، مازالت الكرة تلعب. الفريق الصيني إذا يستمر على هذه الكرة، لكن ترجع ويسجلها تويودا الياباني. كانت كرة جميلة جدا. نيكولا كوفاسيفيتش يلقى صعوبات، ثلاثة نقاط متتالية 18-23. دائما يامادا في تنفيذ الإرسال لتويودا الياباني. كانت كرة جميلة جدا، ايس إرسال مباشر 19-23. يجب الحصول على وقت مستقطع. نعم، شانغهاي مطالبة بتعديل الأوتار الآن. مدرب شين كوينك انتظر يعني الخطأ، لكن بعد أربع نقاط ما فيش مجال، يجب أن يتدخل. 19-23، تايم أوت الأول فريق الصيني شانغهاي. يامادا على إرسال وسجل أربع نقاط، ودائما المستهدف هو نيكولا كوفاسيفيتش. ومرة أخرى صعب الاستقبال، فقط كرة تمر للمنطقة تويودا. الكرة مرت ونقطة 20 للفريق الياباني. تويودا الياباني سجل 20. يجب خروج نيكولا كوفاسيفيتش، ما فيش مجال، لأنه بالطريقة هذه الفريق الياباني تويودا القى الحل. الإرسالات على نيكولا كوفاسيفيتش. مرة أخرى يامادا يلعب مرة أخرى، يحاول لكن يدخل فينغ يخلع على نيكولا كوفاسيفيتش. وما هوش هو الحل، ونقطة 21 لتويودا. إذن واضح أنه الفريق الياباني لاقي الحل بإرسالاته على كوفاسيفيتش. مرة أخرى إذن ياخذ مدرب شانغهاي الصيني الوقت المستقطع الثاني له، لكن دائما الحل يبدو في خروج نيكولا كوفاسيفيتش، لأنه الآن أصبح خطر. شوف كم ست نقاط متتالية من 15-23 إلى 21-23، ست نقاط متتالية يسجلهم الفريق الياباني تويودا، ويرجع على بعد نقطتين في هذا الشوط. إذن المسألة أصبحت فيها خطر رجوع نيكولا كوفاسيفيتش. خلينا نشوف هل يقع تويودا في الخطأ من الإرسال الآن ويهدي النقطة. هذا ما ينتظره مدرب شانغهاي. دائما يامادا خذ وقت مستقطع قبل هذا ولم ينجح، دائما على نيكولا كوفاسيفيتش، والآن يحسمها جروزر. 24-21 كرة الشوط لشانغهاي. شوف إذا جروزر هو الذي يحسمها.
وكان استقبال ايضا كوفاسيفيتش معقول يعني في الكره الاخيره. هذه سبايك من تسوباكياما، تسوباكياما لاعب كروس اللي خذا مكان إيغور أوميرسون. داندي 22 24، الإرسال ل أوزوناكا، وغروزر يضرب خارج الميدان. نقطة 23 24 24، تويودا الياباني يبذل مجهود خرافي ويعود الآن على بعد نقطة واحدة. الإرسال دائما من فارق كان 7 نقاط إلى نقطة واحدة، إذن إرسال خاطئ. و25 23 نهاية الشوط لشانغهاي الصيني. نعم يوسف، أعتقد كذلك أنه المباراة ستنطلق الآن من جديد، تعادل شوط لشوط، 25-21 لتويودا الياباني و 25-23 لشانغهاي الصيني. إذن المباراة تنطلق من جديد بطموحات جديدة بأفكار جديدة. طبعا الآن لا وجود لغالب أو مغلوب، من جديد سنشاهد العطاء الغزير على الميدان. الفريق الياباني حاول في نهاية الشوط رغم أنه كانت الأسبقية للفريق الصيني ب7 نقاط، لكن لما غير كل اللاعبين تقريبا حسن الأداء وكاد أن يفوز تويودا بالشوط الثاني. التعادل الآن إذن شوط لشوط، يرجع بالتشكيلة الأساسية تويودا الياباني، ويرجع الحوار. بداية متعادلة، إرسال خاطئ، نقطة ثانية لشانغهاي. الفريق الصيني ربما تهاون بعض الشيء في نهايات الشوط، كان الفارق كبير، لكن لما ترك المجال للفريق الياباني تويودا أنه يلعب تمكن من الرجوع وتمكن من تسجيل النقاط، وكاد أن يكلفه هذا التساهل وهذا التراخي غاليا بخطف الشوط من بين يديه. نقطة ثانية وثالثة من فريق الياباني تويودا، 3-1. أمامنا ليبيرو كوغا كوايشيرو، قدم مباراة جيدة أمس أمام العربي القطري. إيغور أوميرسون يعود للتشكيلة الأساسية في الشوط الثالث، إرسال خاطئ يعطي نقطة لشانغهاي 2-3. هذا نيكولا كوفاسيفيتش، نقطة ضعف أصبح في الفريق الصيني. راو شوهان في تنفيذ الإرسال، سهلة الكرة ورائية إيغور، ونقطة رابعة للفريق الياباني. شوف بسهولة عنده قدرة على اختراق الصد، وهذه موهبة الضارب من مستوى عالي. يامادا إرساله مباشر، دائما هناك مشكل. فينغ حب ياخذ الكرة على كوفاسيفيتش، نيكولا كوفاسيفيتش، شوف من أمام كوفاسيفيتش، فينغ مد يديه والخطأ، والنقطة الثالثة أو الخامسة عفواً
لتويودا الياباني. دائما نقطة الضعف نيكولا كوفاسيفيتش. فينك كرة مباشرة وخارج الميدان. نقطة سادسة لتويودا الياباني. طبعا جروزر غير راضي على الاستقبال. تم مشكل في الكرة الأولى. وأيضا الفريق الياباني تويودا عرف على شكون يلعب. تم مشكل في الكرة الأولى. وقت مستقطع يطلب مدرب شنغهاي. ستة اثنين تويودا يتقدم. هذا جروزر. يامادا شوتزو في تنفيذ الإرسال. إرسال قوي على دائما نيكولا كوفاسيفيتش. ويضرب أيضا نيكولا كوفاسيفيتش. إيغور أوميرسون يتابع الكرة. جروزر في حوار على الشبكة مع تاكاماتسو. من جديد الكرة لشنغهاي. جروزر تاتش أوت. لا الكرة خارج الميدان. جروزر ضرب. سبعة اثنين. شوف بعيد على جدار الصد. بعيد على جدار الصد. إذن جروزر غير سعيد بالمرة. سبعة اثنين لتويودا الياباني. وإرسال مرة أخرى قوية لكن خارج الميدان. نقطة ثالثة لشنغهاي. ثلاثة سبعة. الإرسال لجروزر. إرسال خاطئ. ثمانية ثلاثة الوقت المستقطع الفني الأول في شوط المباراة الثالث بعد التعادل في الشوطين الأولين. 25-21 و 25-23. نهاية الوقت المستقطع الفني الأول في شوط المباراة الثالث. الإرسال لتويودا. ديندا في تنفيذ الإرسال وسط الشبكة للفريق. وإرسال خاطئ هذه المرة. أربعة ثمانية. الإرسال لشنغهاي. نيكولا كوفاسيفيتش مردود متواضع جدا. أربعة أو تسعة أربعة. تويودا ينفذ الإرسال ومن وسط الشبكة. نقطة خامسة لشنغهاي. شنغهاي الصيني. كرة من راو شوهان. تشين لونغاي نفذ الإرسال.
استقبال من يامادا وجدار الصد يوقف إيغور هذه المرة. نقطة سادسة للفريق الصيني. الكرة ارتدت لمست في إيغور أوميرسون. 6-9 إرسال خاطئ. نقطة 10 لتويودا الياباني. تاكاماتسو في تنفيذ الإرسال. إرسال قوي على نيكولا كوفاسيفيتش. حوار على الشبكة. إيغور يرجع الكرة. الضرب من جروزر ولكن الدفاع تويودا قوي في الخط الخلفي. أوه. النقطة السابعة شوف هذه الكرة إيغور. ونقطة 11 للفريق الياباني تويودا. 11-6 إرسال قوي ودائما موجه على نيكولا. تاتش أوت. 7-11 حوار يتواصل بين الفريقين. الرغبة في الصعود على منصة التتويج أيضا حافز للفريقين. استقبال هذه الكرة من وسط الشبكة. يتفوق كون على جدار الصد. شانغهاي الصيني. كانت محاولة الصد لراو. اثناش سبعة تويودا الياباني في تنفيذ الإرسال. السنتر هو كون إيروتاكا. ممتازة جدا من جروزر. قراءة جيدة. شوف إسقاط موجه في المكان المناسب في الوقت المناسب. فينغ ينفذ إرسال قوي. يامادا في الدفاع. حوار على الشبكة. والنقطة التاسعة للفريق الصيني شانغهاي. حوار مع نيكولا كوفاسيفيتش. دفع الكرة ولمس في جدار الصد. فينغ دائما في تنفيذ الإرسال لكن هذه المرة إرسال خاطئ. 13 تويودا. 9 شانغهاي. جولدن ايج هكذا الاسم الكامل للفريق الصيني. إيغور أوميرسون. إرسال قوي على كوفاسيفيتش والضرب خارج الميدان. خارج الميدان وخارج الخدمة نيكولا كوفاسيفيتش. 14 تويودا. شوف الكرة. شوف 14-9 الإرسال لإيغور أوميرسون. هدية بهدية. نقطة 10 لشانغهاي. 10-14 مازال الحوار قوي ومتقارب بين الفريقين. مازالت حظوظ شانغهاي أيضا على الميدان. ممتازة من يامادا. 15-10 لتويودا. يامادا في تنفيذ الإرسال. فينغ يستقبل وجروزر. ممتازة جدا. نقطة 11 كانت محاولة لليبيرو الفريق
كوغا كوشيرو. شوف حاول دايفينج لكن لم يلحق جروزر في تنفيذ الإرسال. 11-15 إرسال قوي مرة أخرى. تاكاماتسو ترجع مرفوعة من كوغا. الحوار على الشبكة يتواصل اللعب. ديندا ورائية إيغور أوميرسون من جديد. شانغهاي الصيني من وسط الشبكة ممتازة جدا من اللاعب تشين لونغاي. 12-15 ثلاثة نقاط أسبقية ما تعني شيء. ما زالت الإمكانية في الرجوع واردة لشانغهاي جولدن إيج. جروزر إرساله قوي. متابعة من إيغور أوميرسون. تاكاماتسو من وسط الشبكة ممتازة جدا دائما هو تشين لونغاي. 13-15 بنقطتين يتقدم تويودا وبنقطتين يلاحق شانغهاي جولدن إيج. 13-15 الإرسال لشانغهاي. إرسال مباشر. جروزر الآن يحرك السواكن. جروزر الآن يحاول الرجوع. الوقت المستقطع يطلب مدرب الفريق الياباني تويودا جودزي كريستيان سان أندرس. نقطة واحدة من أجل التعادل. مباراة شيقة التنافس فيها قوي. الإرسال دائما لجروزر. هل يتمكن جروزر من هذا الإرسال أن يعادل النتيجة؟ إرسال قوي لجروزر إلى إيغور والبلوك يرجع إعادة النتيجة. شانغهاي جولدن إيج يعود للتعادل. إذن تعادل في النقاط، تعادل في الأشواط. المباراة إلى حد الآن متوازنة جدا بين الفريقين شانغهاي جولدن إيج وتويودا جودزي. وجروزر دائما في تنفيذ الإرسال. إرسال خاطئ هذه المرة ونقطة أسبقية لتويودا بعد خمس نقاط متتالية سجلها شانغهاي جولدن إيج على إرسالات جروزر. الوقت المستقطع الفني الثاني في شوط المباراة الثالث بنقطة واحدة. تويودا الياباني يتقدم. نهاية الوقت المستقطع الفني الثاني في شوط المباراة الثالث. تويودا الياباني يتقدم بنقطة واحدة. ديندا في تنفيذ الإرسال. إرساله قوي. جروزر على إيغور. دفاع إيغور جيد. ترجع الكرة سهلة. كوغا مع
من وسط الشبكة ممتازة جدا لتشين لونغاي. التعادل 16-16، ما زالت الأمور غامضة في هذه المباراة، ما زال التشويق والإثارة قائمان. إرسال خاطئ هذه المرة ونقطة لتويودا. نيكولاي كوفاسيفيتش خارج الخدمة، تنفيذ الإرسال. إيغور، إذن لما تصعب الأمور يأتي إيغور أوميرسون، هو الذي يفتح الأبواب ويفتح الطموحات ويجد الحلول. يضرب أعلى من جدار الصد، لعب كلاسيكي، كلوش عالي، ما عندكش مشكلة. البلوك ولكن خارج الميدان. تويودا يعود إلى التقدم بنقطة. شوف سبايك، هذه المدرسة الأوروبية الكلاسيكية، ارفع الكرة عالية وما يهمكش الضارب، هو يلقى الحل. قدرات بدنية وفنية عالية جدا. 18-17، إرسال قوي على كوفاسيفيتش. حوار الشبكة، جروزر هذه المرة لا يتمكن من التعديل، أسبقية بنقطتين لتويودا. كانت الفكرة أنه يلعب يغير اتجاه جدار الصد، في عكس اتجاه جدار الصد، ولكن لم تنجح عملية التنفيذ وسط الشبكة. ولكن كوغا يامادا وسط الشبكة، هو تمر الكرة، إيغور مرفوعة والضرب على الخط، إيغور أوميرسون لتويودا الياباني. نقطة 20-20-17، ثلاث نقاط متتالية. تايم اوت يطلب مدرب شانغهاي شين كوانغ. تقدم لتويودا 20-17. الإرسال موجه دائما على نيكولا كوفاسيفيتش. اللي بيرو كوغا هو اللي ياخذ هذه المرة. متابعة جيدة من جروزر في الدفاع، ونقطة 21. هناك لمسة ثانية يقول الحكم. 21-17 لتويودا. جروزر أمامنا، اللمسة مزدوجة قام بها راو. 21-17، تاكاماتسو في تنفيذ الإرسال. إرسال قوي، سوء تفاهم. ونقطة 22 لتويودا. 22-17، ربما المنطق الآن سينعكس. شانغهاي الذي لعب فقط ثلاث أشواط يوم أمس، خسر الدور قبل النهائي بثلاث أشواط لا شيء مع سرمايا
بانك الإيراني المفروض يكون أكثر جاهزية بدنيا من الفريق الياباني تويودا اللي لعب مع العربي يوم أمس خمسة أشواط كاملة. كان إرهاق وكانت أصلا الخمسة أشواط بمقام ستة أو سبعة أشواط، كانت الحماس وقوة المنافسة كانت قوية جدا، أشواط كان فيها أخذ ورد ورجوع وتقدم وملاحقة كانت قوية جدا. لكن رغم ذلك وهذا طبعا يخلينا نتفائل بمباراة النهائي حتى نعرف أنه رغم أنه هناك خمس أشواط في الجسم للاعبي العربي إلا أنه أيضا هناك إيمان قوي أنه الفوز ممكن جدا وأنه هذه التشكيلة قادرة على صنع الحدث وإحراز اللقب للمرة الثانية بعد 2012. إيغور أوميرسون أربعة وعشرين 18 لتويودا، إرسال خطأ، كرة شوط أولى لتويودا ضايعة 19-24. تويودا الياباني في اتجاه الفوز بالشوط الثاني والتقدم بشوطين لشوط واحد. فينغ ينفذ الإرسال ورائية الإيغور وتخلص إذا 25-19. تويودا الياباني يفوز بالشوط الثاني الثالث ويتقدم بشوطين لشوط واحد. حساب الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2018، السعودية تواجه تايلاند غدا الساعة 8:30 مساء بتوقيت الدوحة على قنوات الكأس. التوقع صعب يوسف، لكن نقول أنه أكيد أنه باش يكون شوط رابع من مستوى عالي. التويودا الياباني بتغيير شيرايوا ودخول يامادا تحسن مردود الفريق خاصة على مستوى الاستقبال والكرة الأولى، في حين نفس المشكل يقع فيه الفريق الصيني وضعف فادح وواضح لنيكولا كوفاسيفيتش يلعب عليه الفريق الياباني في الإرسالات وفي الكرة أيضا في الدفاع لم يقدم الكثير. أيضا الفريق الياباني لعب الكرة السريعة ومكن من الفوز بالشوط، في حين الفريق الصيني الآن عنده مشكلة في الكرة الأولى وسنرى إذا لم يجد حل لعنصر الخط الخلفي والكرة الأولى ستصبح الأمور معقدة جدا. مبدئيا تويودا الياباني له الأسبقية في النتيجة والمردود بشوطين لشوط واحد، يتقدم إذن تويودا. سنرى ردة فعل شانغهاي الصيني الآن إذا ما تمكن من ذلك. هذا يامادا ويسجل نقطة ثانية والتعديل 2-2. كرة جيدة من المعد أيضا يوشياما، خرج الكرة بشكل فني عالي. يامادا عوضا عن شيرايوا ويقدم أيضا مردود جيد. متابعة لإيغور ورائية وجدار صد يتمكن من تسجيل نقطة للفريق الصيني.
شانغهاي 3-2 يتقدم بنقطة واحدة. جروزر يضيع الإرسال 3-3. تحس هناك ارتباك في الفريق الصيني رغم أنه متعادل في النتيجة في البداية، لكن لا يجد القدرات متاعه كاملة. هذا إيغور أوميرسون نجم البطولة، إرسال خارج الميدان. نقطة رابعة لشانغهاي. الإرسال لشانغهاي، إرسال قوي. إيغور يرجع جدار الصد، هناك لمستان. ونقطة خامسة لشانغهاي 5-3. نيكولا كوفاسيفيتش خاطئ الإرسال. واضح عدم رضاه حتى على مردود وعلى نفسه. فينك والكرة مرت. النقطة السادسة لشانغهاي، شانغهاي الصيني ثاني أكبر المدن في الصين، هي العاصمة الصناعية للصين. متابعة لكوغا، الكرة داخل الميدان على الخط. سوء تقدير من ليبيرو الصيني رين كي، أو المتابعة كانت لتشين لونغاي. 6-5. تاكاميتسو ورائية، يضرب جروزر خارج الميدان. التعادل 6-6. يعود الآن تويودا للتعديل. تاكاماتسو في تنفيذ الإرسال. إرسال خارج الميدان. إيغور أوميرسون يتنفذ الإرسال. استقبال من كوغا، مرتدة وسنتر راو شوهان يسجل النقطة الثامنة. والذهاب للوقت المستقطع الفني الأول في شوط المباراة الرابع. يتقدم شانغهاي بنقطتين 8-6. نهاية الوقت المستقطع الفني الأول في شوط المباراة الرابع. بنقطتين يتقدم شانغهاي. الإرسال لإكزو زهانزن معد الفريق. استقبال من يامادا
وإيغور أوميرسون هو الذي يحسم هذه الكرة 7-8 لتويودا. إيغور يضرب غالبية الكور. سبعة ثمانية. الإرسال لكون إيروتاكا. إرسال خاطئ. 9-7 للفريق الصيني شنغهاي. جولدن إيج. هل يكون شنغهاي بمثل اسمه السنوات الذهبية أو العصور الذهبية؟ ترجع بطريقة جروزر، طريقة جميلة حتى في رفع بالرجل، لكن يتمكن تويودا من تسجيل نقطة ثامنة. لكن تعاد هذه الكرة، شوف جروزر كيفاش رجع الكرة بالرجل قبل هذه. معليش، لمس الشبكة ونقطة. 9-9 9-9 يعادل تويودا المعد إكزو زهينغزن. يتراجع ويلمس الشبكة. استقبال. الكرة داخل أم خارج؟ خارج الميدان. نقطة 10 لشنغهاي. 10-9 شوف الكرة هذه. كوفاسيفيتش، لكن أعتقد أن الكرة داخل الميدان، أعتقد أنها على الخط. على كل 10-9 شنغهاي هو اللي يتق... استقبال خاطئ من يامادا، لكن ترجع الكرة لمنطقة شنغهاي الصيني. جروزر الضرب خارج الميدان، يقول الحكم لا هناك لمس. 11-9 11-9 شنغهاي إذا يتقدم بنقطتين. الإرسال لراو. إيغور، بلوك عالي من كوفاسيفيتش وكذلك تشين لونغاي. 12-9 ثلاث نقاط متتالية. شنغهاي جولدن إيج يتقدم. يريد التعديل طبعا في الأشواط وفرض شوط خامس حاسم. الحوار على الشبكة. يامادا الكرة خارج الميدان ونقطة 13. 4 نقاط متتالية الآن لشنغهاي جولدن إيج. 13-9 هل يستطيع شنغهاي أن يعادل الأشواط ونشاهد شوط خامس؟ ربما وقت مستقطع يطلب مدرب تويودا الياباني كريستيانسن أندريس. 4 نقاط أسبقية بعد أن كان التعادل 9-9. الإرسال سيكون لراو شوهان لاعب سنتر بلوك. جروزر مرتاح نفسانيا بعد سلسلة إيجابية. راو في تنفيذ الإرسال. استقبال من يامادا. البلوك يرجع مرة أخرى. إيغور أوميرسون ورائية يامادا، والبلوك عالي. البلوك عالي بين جروزر وكذلك شين لونغاي.
نقطة 14 جميلة جدا على بلوك لشنغهاي جولدن ايج. 14-9 الفريق الصيني يتقدم بسلسلة بخمس نقاط متتالية بدون انقطاع. وسريعة الكرة مع ديندا ولكن خارج الميدان. مرة أخرى نقطة 15-7 أو ست نقاط متتالية الآن بدون انقطاع لشانغهاي جولدن ايج. 15-9 دائما راو شوهان في تنفيذ الإرسال. استقبال من يامادا والضرب من تاكاماتسو من الخط الخلفي. الكرة خارج الميدان وقطع هذه السلسلة بنقطة 10 ل تويودا. 10-15 سلسلة بست نقاط متتالية سجلها الفريق الصيني شانغهاي جولدن ايج. يامادا في تنفيذ الإرسال. إرسال خاطئ و16 10 الوقت المستقطع الفني الثاني في شوط المباراة الرابع. الفريق الصيني يتقدم بفارق ست نقاط مريحة وقد يفوز بهذا الشوط. ونذهب إلى شوط خامس حاسم على هذه الميدالية البرونزية. وضح المدرب كريستيانسن أندريس غير راضي بمردود لاعبيه خاصة على الكرة الأولى على الاستقبال. إذن لا يمكن لعب كرة طائرة بدون كرة أولى صحيحة. الإرسال إذن لشانغهاي الصيني. دخول شيرايوا. إرسال قوي من جروزر. تاكاماتسو متابعة في الخط الخلفي من فينك. أوه الكرة كانت طويلة على جروزر. ونقطة 11 لتويودا الياباني. 11-16 هذا ديندا أمامنا في تنفيذ الإرسال. إرسالات ديندا جيدة. هل يستطيع الرجوع بدوره وإرجاع الفريق؟ إرساله قوي. نيكولاس متابعة دفاعية. ديندا يرفع لإيغور والكرة أيضا في الخط الخلفي للفريق الصيني. نيكولا كوفاسيفيتش قراءة جيدة يضع الكرة في وسط الميدان. يسجل شانغهاي جولدن ايج نقطة 17-17-11. شوف وضع الكرة في وسط الملعب أكثر من أنه بحث على القوة. نيكولا كوفازيفيتش في تنفيذ الإرسال. إرسالاته سيئة جدا نيكولا كوفازيفيتش. لعب إرسال على الشبكة ومن حظه أنها مرت الكرة ولكن النقطة تذهب لفريق تويودا. ضرب تاكاماتسو. 12-17 استقبال من راو ونقطة أو فينغ ونقطة 18 لشانغهاي. هذه كرة فينغ ومن وسط الشبكة يسدد شين لونغاي. الإرسال لشين لونغاي صعبة في الاستقبال. دائما قلنا أنه مشكل شيرايوا في الاستقبال والدفاع. يعني لست أدري لماذا يغير يامادا ويرجع شيرايوا. شيرايوا في الخط الخلفي ضعيف جدا.
19-12. Time out by Japan too. الفريق الياباني تويودا يطلب وقت مستقطع. الفريق الياباني عنده صعوبات في الاستقبال في الكرة الأولى، والفريق الصيني الآن يتقدم بسبع نقاط كاملة. الإرسال سيكون لشين لونغاي، استقبال من شيرايوا، ضرب من إيغور، تاتش أوت. 13-19، مازال التويودا الياباني يحاول في هذا الشوط. الإرسال سيكون لتاكاماتسو، إرسال قوي على نيكولا كوفاسيفيتش وسط الشبكة، راو يسجل النقطة 20. 20-13. شانغهاي جولدن ايج يتقدم. هذه الكرة الأخيرة من راو شوهان، مترين وسبعة راو شوهان، يضرب على ارتفاع 3 متر و60 ويصد على ارتفاع 3 متر و50. 14-20. الإرسال سيكون لتويودا. جودزي، الإرسال لكون هيروتاكا، استقبال من نيكولا كوفاسيفيتش، سهل الكرة، نقطة لشيرايوا. 15-20، بدأ يتقلص الفارق، يحاول الرجوع تويودا. 15-20 والإرسال لتويودا، سهل الكرة لنيكولا كوفاسيفيتش، والضرب الساحق من فينك. 21-15، الأمور جيدة لشنغهاي الصيني، ماشي الأمور لما يسلك نقطة بنقطة، لما يسجل بهذه الطريقة تمشي الأمور جيدة، مش مطالب أنه يقدم أكثر من هذا، فقط أنه يتابع. شيرايوا مرة أولى ومرة ثانية يضرب خارج الميدان، ونقطة 22. فينك في تنفيذ الإرسال. تاكاماتسو 16-22. هل يستطيع تويودا الرجوع الآن؟ يفكر تويودا في الشوط التالي، يخرج إيغور أو لا؟ لا لا لا، مازال إيغور موجود، لكن يدخل تسو باكياما على جدار الصد. إرسال خاطئ، نقطة 23. يرجع إذن ميدا، المعد الثاني لتويودا. 23-16، شانغهاي الصيني يتقدم لإنهاء الشوط، وديندا يسجل نقطة 17-23.
يرتح اللاعبين، خرج ديندا الآن ويدخل اللاعب هوزوناكا كوريزو. هذا شيرايوا، شيرايوا هو العبء على الفريق. أعتقد لما رجع يامادا كانت الأمور أفضل للفريق الياباني. إذن كرة الشوط 24-17، جروزر في مهمة إنهاء هذا الشوط وتعديل الأشواط والذهاب إلى شوط خامس. نعم، إذن 25-17 نهاية الشوط الرابع، التعادل شوطان لشوطين، وسنذهب إلى شوط خامس. انطلاق إذن الشوط الخامس لهذه المباراة. حقيقة أتمنى أن يفوز تويودا الياباني. لماذا؟ لأتأكد أن الناحية البدنية لم تؤثر، وأن العزيمة والتركيز على الفوز مهم جدا حتى يكون مقياس لنا في المباراة النهائية بين العربي القطري وسرمايا بانك الإيراني في النهائي. ونقول يعني التأثير في خمس أشواط ليس كبيرا على اللاعبين، وتمكنوا رغم ذلك من الفوز بالعزيمة والإصرار والتركيز. وهذا هذه القاعدة نريد أن نطبقها ونعممها حتى يتمكن العربي القطري من تحقيق المبتغى والفوز بهذا اللقب الآسيوي للمرة الثانية بعد 2012. إذن انطلق الشوط الخامس. الشوط الخامس سيكون حاسم. تويودا الياباني رغم أنه لعب في دور قبل النهائي خمسة أشواط كاملة، لكن رغم ذلك يقدم مباراة جيدة ويعود بعد أن تأخر بشوطين لشوط واحد. أذكر بنتائج الأشواط 25-21 لتويودا، لكن عاد شانغهاي جولدن ايدج وفاز بالشوطين التاليين 25-23 و25-19. ثم تمكن لتويودا و 25-17 للفريق الصيني. والشوط الخامس إذن من أجل الحسم، التعادل إذن شوطان لشوطين، ونحن الآن بصدد متابعة الشوط الخامس الذي نتابع فيه مباراة جيدة جدا في نهائي هذه البطولة الآسيوية التي بدأت متدرجة نحو الأفضل نحو الأقوى ببقاء أفضل الفرق في هذه البطولة Champions League الآسيوي. طبعا أربعة فرق من أفضل الفرق الآسيوية لعبت الدور قبل النهائي، والآن على الميدالية البرونزية بين شانغهاي جولدن ايدج وتويودا الياباني. وبعد قليل سنتابع المباراة النهائية بين العربي القطري وسرمايا بانك الإيراني من أجل لقب هذه النسخة 18. التعادل 3-3 والإرسال لكون هيروتاكا، والحوار وغروتزر يسجل نقطة خامسة. 5-3 5-3 إذن، أو 4-3 4-3 عفوا 4-3 الشانغهاي جولدن ايدج هو الذي يتقدم. وكرة جميلة جدا من غروتزر، شوف يضرب قوية ويسجل نقطة الرابعة. 4-3 استقبال ورائية إيغور أوميرسون يعادل النتيجة. الحوار سيكون على شده بين المتقاطعين إيغور أوميرسون وغروتزر. جورجي غروتزر الألماني، هذه الكرة الأخيرة، التعديل 4-4. إيغور أوميرسون في تنفيذ الإرسال لتويودا الياباني، إرسال خاطئ
نقطة خمسة لشانغهاي، خمسة أربعة. سيكون الحوار قوي جدا الآن والتركيز عالي. إيغور أو جروزر، إرساله قوي على شيراوا والكرة خارج الميدان. نقطة سادسة لشانغهاي، ستة أربعة. شانغهاي جولدن إيج، شوط على 15 نقطة. وقت مستقطع يطلب مدرب تويودا الياباني. أعتقد أن الخطأ الذي وقع فيه المدرب كريستيانسون اعتماده على شيرايوا ربما هو نقطة الضعف، لأنه لما دخل يامادا مكان شيرايوا كانت التركيبة أفضل وأحسن. على كل شيرايوا في الكرة الأولى في الاستقبال غير مقنع بالمرة. 6-4 يتقدم شانغهاي جولدن إيج. هذا أمامنا شيرايوا وتاكاماتسو. جروزر في تنفيذ الإرسال، إرسال خارج الميدان. نقطة خامسة لتويودا الياباني. هذا إذن الليبيرو كوغا كوشيرو. إرسال خاطئ مرة أخرى من شيرايوا. 7-5 بقى شيرايوا، أعتقد سيكلف تويودا غاليا الآن في وضعية استقبال. خلينا نشوف نيكولا كوفاسيفيتش على شيرايوا. أكاماتسو يسجل نقطة سادسة رغم البلوك. فينغ أمامنا، فينغ يينغ شاو. ستة سبعة، الإرسال لديندا. ديندا ريوتا، إرسال قوي. فينغ في الاستقبال ورأي جروزر قوية على إيغور أوميرسون، متابعة من المعد يوشياما والضرب من إيغور جروزر لعادل النتيجة 7-7. التعادل 7-7. يرجع تويودا إذن. المباراة متوازنة جدا إلى حد الآن. لعبنا أربعة أشواط، شوطان لكل من الفريقين، والآن التعادل 7-7. كأننا لم نلعب أكثر من ساعة ونصف. إرسال ديندا خاطئ، نقطة ثامنة لشانغهاي جولدن إيج. تغيير المناطق، 8-7. شانغهاي جولدن إيج يتقدم بنقطة. الآن كل نقطة مهمة، كل كرة مهمة من أجل مكان على منصة التتويج، مركز ثالث. في حين بعد قليل سنتابع المباراة النهائية المرتقبة بين العربي القطري وبنك أو سرمايا بنك الإيراني. استقبال من شيرايوا، تاكاماتسو الإسقاط الموفق يعادل النتيجة. تاكاماتسو 8-8، يبقى التعادل سيد الموقف، تبقى الإثارة قائمة إلى حد نهايات هذه المباراة. هذا الشوط الأخير الحاسم والفاصل. استقبال من نيكولا وجروزر يضرب. نقطة تسعة لشانغهاي جولدن إيج. هذه إصابة لي، ولكن سلامات يعود هذا تاكاماتسو. هناك إصابة في احتكاك بينه وبين زميله في سنتر بلوك. سهل الكرة، إيغور متابعة الليبيرو مرفوعة
فينغ ايضا ليبيرو الفريق الياباني. والكرة نقطة 10 لشانغهاي جولدن ايج. شوف هذه الكرة الأخيرة يدخل يديه في المنطقة، كرة ثانية، الإرسال لياماشيكا، كرة خارج الميدان، ونقطة 9 لتويودا، 19. هذه الكرة الأخيرة سريعة من وسط الشبكة لكون تاكاماتسو في تنفيذ الإرسال من أجل تعديل النتيجة، 19. إرسال على الليبيرو رينكي ورأي إيغور أمرسون، والتعديل 10-10. إيغور إذن يعادل النتيجة، وتبقى الأمور غامضة في هذا الشوط وهذه المباراة عموما. التعادل في الأشواط وفي النقاط 10-10. وقت مستقطع يطلب مدرب شانغهاي الصيني بعد تقدمه بنقطتين 10-8، يعود تويودا ويعادل 10-10. لا مجال إذن للتراخي. جروزر إيغور وجه لوجه بين لاعبين من العيار الثقيل. تاكاماتسو من وسط الشبكة، راو يسجل نقطة 11 لشانغهاي جولدن ايج. تاكاماتسو أمامنا، النقطة إسبقية لشانغهاي، استقبال جيد من وسط الشبكة كون، ولكن هناك خطأ، الكرة خارج الميدان. النقطة 12، شوف النقطة إذن للفريق الصيني 12-10. يتقدم شانغهاي. إيغور على جدار الصد، متابعة ممتازة جدا من الليبيرو رينكي، الحوار دفاعي، ترجع الكرة إيغور أمرسون، الكرة لمست في جدار الصد، ونقطة 11-12. ما زال الحوار متواصل، ما زالت المباراة على الميدان. هذه الكرة الأخيرة إيغور أمرسون، 11-12، متقاربة النتيجة، الحوار متواصل، نقطة واحدة أسبقية لشانغهاي جولدن ايج. الإرسال لكون هيروتاكا أمامنا، نيكولا كوفاسيفيتش، إيغور ترجع الكرة على جدار صد أو جروزر، متابعة دفاعية، كرة مرتدة، راو راو يسجل الهدف والنقطة 13. نعم، إذا تمكن بعد ذلك من مواصلة هذا السيل من النقاط والرجوع القوي لشانغهاي، سيتحقق الهدف بالفوز بالمباراة وتحقيق مركز ثالث مهم جدا أمام أيضا فريق قوي ومهم هو تويودا. وهذه نقطة 12، حوار قوي بين الفريقين، والوصول للمركز الثالث هو الغاية القصوى.
في هذه البطولة. إيغور أوميرسون، أوه إرسال قوي مباشر، إيغور أوميرسون يضرب إرسال قوي عادل النتيجة 13-13 على نيكولا كوفاسيفيتش. تويودا الياباني يعود ويعادل النتيجة. إلى أين تمضي هذه المباراة؟ إلى حد الآن لا يمكن التعرف على من يكون على منصة التتويج. التعادل والوقت المستقطع لشانغهاي الصيني، شانغهاي جولدن ايتش، والبحث عن التتويج، عن مكان على منصة التتويج في مواجهة الشقيق اللدود بين اليابان والصين. حوارات ونقاشات ومنافسات على أكثر من صعيد في كل شيء، في الرياضة وفي التكنولوجيا وفي الثقافة والإبداع والابتكار. هذه شعوب دائما تتنافس على الأفضل والأحسن. إيغور أوميرسون والتعادل 13-13 وفي الأشواط شوطين لشوطين. إرسال مباشر أيس من إيغور أوميرسون قد يصنع ربيع تويودا وقد يشغل ماكينة تويودا اليابانية. إرسال مباشر في وقت صعب جدا على شانغهاي جولدن ايج. 14-13 كرة المباراة. دائما السفاح إيغور أوميرسون في تنفيذ الإرسال، لعله ينهيها الآن من هذه الكرة. إرسال قوي مرة أخرى تعود مباشرة لمنطقة تويودا ورائية. إيغور يخلصها، إيغور ينهيها. حقيقة إيغور كان هو صانع ربيع تويودا. تويودا الياباني إذن يفوز 3 أشواط لشوطين، ومثل ما قلنا تمنينا أن يفوز اليابان تويودا الياباني حتى نتأكد أن مباراة أمس 5 أشواط مع العربي القطري لا تؤثر كثيرا إذا ما أراد الفريق أن يكون قويا وينافس على منصة التتويج وعلى ميدالية البرونزية. إذا العربي سيكون قوي هذا المساء وسيدافع على حظوظه في اللقب وعلى الميدالية الذهبية. 3 أشواط إذا لشوطين. تقدم الفريق الياباني 25-21، ثم عادل الصيني 25-23، تقدم الفريق الياباني 25-19، ثم عادل الصيني 25-17، وأنهاها تويودا الياباني 15-13. 3 أشواط لشوطين. الميدالية البرونزية عفوا لتويودا الياباني في انتظار النهائي بين العربي وسرمايا بانك الإيراني بعد قليل.